في سر ما حد راح يقول لك هالسر غير منه بوضاري تشنجات. في عامل يشبك شخصين، يشبك لاعب الحديد ويشبك مريض الكآبة. إذا صار بلاعب الحديد تمر على لاعب الحديد أوقات كله معصب، تبي طقك تبي عض أذونك الحين، كله بيطق وزعلان وكئيب. وني عند منو؟ مريض الكآبة، الزعل ماله مو على عصبية، على زعلان ما شنو، هلا فلان شلون كل عام انت بخير، اليوم عيد ميلادك، الأعمار بيد الله، بموت، كله بيموت، كله زعلان، كله يبكي. انزين شنو قاعد يصير معاهم الاثنين هذول؟ مريض الكآبة نازل عنده هرمون السيروتونين، وعندنا لاعب الحديد هم نازل عنده هرمون السيروتونين. خلنا نفصل شوي شنو قاعد يصير فيهم. والله ما حد يقول لك هالمعلومات، لا يخمتوني، يعطون علي خيشة، ماكو معلومات. بسوي لويا بس ركزوا معي. اوكي نبلش. بعض الأقذية فيهم شيء اسمه تربتوفان. التربتوفان هذا يدش الأمعاء، خلص ويضبطونه، بعدين يطلع بالدم يصير سيروتونين. والسيروتونين هذا ركزوا ها، والسيروتونين يروح عند الغدة الصنوبرية يتحول إلى ميلوتونين، أساس لما تنام وترتاح وهدوء وهذا. أوكي شنو يصير معاهم الاثنين اللي قلت عنهم؟ لاعب الحديد يمر بأوقات بأكله ما في تربتوفان، وهذاك مريض الكآبة هم أكله ما في تربتوفان، واثنيناتهم إذا ما يتعرضون حق الشمس، لأن الشمس تحفز السيروتونين لأن فيها تربتوفان. أوكي ما سامحوني على اللوية هذه. أوكي عيدوا الفيديو أكثر مرة عشان تمشوا معي بالخطوات. الحين بكمل. أنا ذكرت أن لاعب الحديد تمر الأوقات عصبي، ليش؟ لأنه يقطع الكارب أو يقلله، وما يأكل ديك رومي، ويقطع سكريات ويخفف دهون. إذا تقطع هذول من وين ييلك هرمون السيروتونين؟ لأن العيش اللي قطعته فيه مفول تربتوفان، والكاكاو الدارك مفول تربتوفان، والشمس فيها تربتوفان. وإذا أنت قطعت دهن كلش ما دخل دهون صحية، الشمس تسوي تطق الجلد ماله، تاخذ الدسم هذا وين توديه؟ الامعاء، والامعاء يتحول الى فيتامين دال، وفيتامين دال يعني كل وحدة تحتاج فيتامين دال، يعني انت لا تربتوفان ولا دهون عندك صحية، فشي طبيعي يروح تصير كذي عصبي لانه ما عندك هرمون سيروتونين نازل. عرفتوا ليش؟ ما تلاحظون اذا الواحد عصب يبي كذي عيش، يبي كاكاو، تحط له صينية عيش يدبه كذي، يحرك العيش كذي كذي كذي، آخر شيء يغسل، نعم الله عليك، شوف عيش لاصقيني. ليش؟ لأن البكتيريا اللي داخل محتاجة تربتوفان. ليش؟ لأن السيروتونين نزل عندك، جسمك يفهم إذا نزل بجسمك شيء يخليك تشتهيه، يعطيك إشارات عنه أساس كذي. وأكثر مطاعم ما بي أقولها يحطون هالتربتوفان بالأكل، عشان كذي لما يطق بمزاج الواحد، الله أبي مطعم الفلاني، أبي كذي أبي كذي، وهو قاعد يأكل مستونس. وفي ناس اللي تبلش أول شيء بالبطاط، لاحظ في ناس تطق السندويشة وفي ناس تطق البطاط، اللي يطقون البطاط أول شيء هذا البكتيريا مالته تدري أن التربتوفان موجود بالبطاط، وفعلا التربتوفان موجود بالبطاط، عشان كذي يبلشونه أول شيء وتحس بسعادة، أوه الحمد لله ما يني ذهني. مريض الاكتئاب اذا ما تحوشك شمس من وين سيروتونين تبتيبه؟ اذا ما تاكل ديك رومي من وين؟ اذا ما تاكل البطاط مع اني ما انصح فيه من وين تبتيب؟ اذا ما تاكل الدارك شوكليت من وين؟ اذا ما تنام مبكر شنو قلنا؟ لازم تنام مبكر عشان غده الصنوبريه تفرز الميلاتونين. شلون تبي نومك هادي كل شوي قاعد ايش فيك حلمان؟ والله الطياره طاحت على عيني. اكيد كل كوابيس طيائر تطيح عليك دبابات، ف نام مبكر واخذ الأغذية اللي أنا قلت لك عنهم، وكأنك ما تدري فيتامين إي. اتفقنا؟ لازم تاخذ كذي، غير كذي حرام. ليه متى أنت عايش على الحبوب؟ كل ما دشيت دوانية طلعت بيدك كيس حبوبة وخاش حبتك، كله خايف كله هلع حايشك، ليش؟ ليه متى تكفى؟ أنت جاوب، أنا بسكت. حلجي أسوي لك، أنت جاوب. ليه متى؟ قول حق نفسك ليه متى؟ ورسالتي الثانية إلى لاعب الحديد اللي كله مطنقر، كله كذي، كله يبي يطق النادي، كله السلام عليكم اخوي، امس خازني انت الساعه 7 تاريخ 13/10، ليش تخز؟ والله حافظ التاريخ بعد.
يمكن جسمك حلو الناس قاعد طالعك، ليش معصب؟ شيء حلو احد قاعد يخزك، باكر راح تشيب والله العظيم ما حد طلب وجهك. علمهم واخذ الرساله هذه. انت الحين مسوي دايت وما تاكل دهون ولا شيء، مو في يوم مفتوح عندك؟ ضروري جدا باليوم المفتوح هذا لازم تكون بوجبتك دارك الشوكليت، ولازم يكون عندك تاكل عيش، لا تخربط، لا اكل عيش بهاليوم، وتاكل بطاط وتاكل ديتش رومي، لازم لازم. ليش؟ لان مفولين تربتوفان، لان جسمك حيل فاقد التربتوفان. اكل وشوف الاسبوع الجاي والله العظيم رب الكعبه خل احد يخزك، راح تقول له عاجبك، مزاجك راح يتغير، اتفقنا؟ اكل هالاغذيه هذه. وفي سر بعد يصلح حقكم كلكم، ويصلح حق لاعب الحديد بطنقور، ويصلح حق مريض الاكتئاب، ما ادري اقوله ولا. يلا يا محمد اخذ الاجر من الله، يلا بقول. واخر شيء واحد حاط لي كومنت، اخوي ليش لابس مفصع؟ والله بتفصع، تكفى. اللي يكتب لي كومنت كذي هالمره صج بطقه. اخذوا الاشواغنده، الله الاشواغنده شو تسوي؟ تقول حق الامعاء يلا ايش فيك انت ما اعطتنا سيروتونين شويه، زيدي. انا لازم كل يوم اخذ الاشواغنده عشان تشوفوني شي مزاجي اليوم 100%. ولكن حق لاعب الحديد، اذا انت تقز هرمون لا تاخذ الاشواغنده، لانه راح يرد هرموناتك ستوك، وانت بعد معطي وتبي شيء قوي. ولكن لا، ما خلص هرموناتك خذ الاشواغنده. بس مريض الاكتئاب لا، اذا ما تاخذ الاشواغنده ليش قاعد تتابعني اصلا؟ اشواغنده حبه اليوم، اتفقنا؟ الله سبحانه وتعالى حط لنا الشمس الحلوة، الشمس فيها وايد فوايد، منها فيتامين دال. الفترة هذه أنت اللي تشتغل فيها، الجسم يعطيك باور، أنت بتستخدم كافيين، استخدم، أخذ نشاط. ولكن من بعد مقيب الشمس خلاص الجسم يبي يهدى، في يبي ينظف أشياء عندك، غدة الصنوبرية تبتفرز الميلاتونين، فما له داعي تأخذ الكافيين، الشاي والقهوة من المغرب لا تأخذهم، خلاص الجسم يبي يرتاح. حرام الدم كله بالامعاء، خليه يشتغل 100%، لا تشتته، وخر عن الاسترس. بعد الساعه 6 ما في شاي، اي كافيين ما في من بعد الساعه 6، اتفقنا؟ خلكم مع بضاري ومنشن شخص يبي يعرف التربتوفان.